تصحو عدن على آثار مجزرة أرقت ليلها الذي اكتظ بانفجارات متتالية أعقبتها اشتباكات بين العناصر الإرهابية وقوات الأمن والمقاومة في ثلاث نقاط على الشارع الواصل بين مديريتي المنصورة والبريقة. ظهر ضحية أكثر من 12 عسكري في النقطة هذه المهرام. الانفجارات نتجت عن ثلاث سيارات مفخخة كانت متجهة إلى معسكر قوات التحالف في منطقة بازرعة مديرية البريقة. أولى السيارات اكتشفها أفراد نقطة المهرام أمام المحطة الكهروحرارية. يقول أحد الشهود العيان أن جنديا حاول إبعاد المدنيين خشية انفجارها وقد كان. أنا واحد عسكري من هنا من اللي كانوا مسلحين وكان يقول بالله سألتكم بالله أرجعوا لنا هناك أرجعوا. اتسألنا بالله إننا ندور. يعني فين ما قطع مننا كذا قليل لو الانفجار جاء. حصيلة الانفجارات أكثر من 22 قتيلا بينهم مدنيين حسب مصادر طبية. وفي رواية إدارة أمن عدن فإن 37 بين قتيل وجريح راحوا ضحية الأعمال الإرهابية التي تزامنت مع ذكرى انطلاق عمليات عاصفة الحزم، وهي الذكرى التي احتفل بها في عدن صبيحة الليلة الدامية بعرض عسكري في اللواء 39 مدرع، فيما استمرت غارات الطيران على أوكار الجماعات الإرهابية في لحج وأبين وهي المحافظات المطوقة لعدن العاصمة المؤقتة التي يؤرق أمنها إرهاب لا تبين العروض العسكرية وغارات الطيران خطة شاملة في محاربته، إذ تظل أغلب النقاط الأمنية المشكلة من شباب المقاومة حسب تصريح مدير مديرية البريقة دون تجهيزات كافية تواكب التحدي الشعبي الذي يعلنه المجتمع من مكان الحادث. إذا فخخوا كل فرز اليمن تمام لا يمكن أن يهزونا بشيء. هنا أمام المحطة الكهروحرارية ما زالت آثار الجريمة الإرهابية تلقي بظلالها الكئيبة على مدينة لم تفق بعد من ذكرى بدء الحرب لتدخل في حرب مفتوحة مع الإرهاب. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.